السلام عليكم. تكمل الفيديو اللي فات نديرو الديكور تاع المابل تي في تاع لا تيلي، ويكون اسورتي معايا الديكور تاع البلافو، يعني الكيسون تاع البلافو اللي هو اللي راح يهبط باش نخدمو به المابل تي في. راح يكون فيها لي زيتاجير هكا وين تحط لي لي زيليمون وين تحط الحوايج. ودرك راح نهبطو الكيسون تاع البلافو يجي الهابط في الحيوط توجور باش نهبط نخدمو هكداك. نشمخو البلاصه وين راح ندير فيه فيكسيوه كيما راكم تشوفو في الفيديو. نشمخو الكيسون كيف كيف ونديرو له لاموس باش نفيكسيه وباش يتفيكس هكذا فيكس مليح هكذا. ما كان له نستعملو الحديد، انا عندنا البلاكو تاعنا الديكور تاعنا اللي كنا خدمناه، وراح نخلي الرابط تاع كيف اللي ما شافوش كيف خدمنا هذا الكيسون، راح نخلي الرابط تاعو في الوصف صندوق الوصف اللي حاب يرجع ليه باش يشوفو. هنا عندنا الفيكسيو، بعد ما نفيكسيو نحطوه نفيكسيو بلي شوفي افراط، شوفي افراط شوفي افراط ابري مع الوقت نقدر نحيوهم ولا نقدر ندخلوهم مليح ونديرو لهم بيرفيكس خاطر نخليهم في بلاصتهم بلا ما نحيوهم. بعد ما بدنا خدمنا الاول تحتاني اللي جهه من التحت، راح نهبطو درك الكيسون تاع الفوق تاع البلافو يهبط باش يتماريا مع الكيسون تحتاني اللي درناه قبيله لتحت. وتجور نشمخو البلاصه، تجور نشمخو في الحيط ونشمخو في الارض. على تذكير برك تقدر تخدم بالماء، هي لاموس ماشي بليجي تخدمها بالكولا، ولا هي الماء يخدم خدمته، ولا لازم تنحي الغبرة باسكو لاموس ما تشدش مع الغبرة. تنحي الغبرة تشمخ البلاصة هذيك باش تنحي الغبرة. انا نخدم ميلونج تاع كولا بوا كولا تاع الحطب ومع سيليكون ديكات والسيكا، حيت تخدم مليح وتقدر تخدم بالماء وحده. المهم تشمخ البلاصه، الحوايج اللي راح تلصقهم بلاموس توجور لازم تشمخهم باش تنحي الغبره، باسكو كي تقتل الغبره تنحي الغبره لاموس تشد مليح. وكاين بزاف اللي ما على بالهمش بلي لاموس كولا، هي كولا وتشد مليح مليح وتشد في الحديد، تشد السيمات، تشد في الكاغات، في تشد في الجبس، هي جوست ما تشدش مع الغبره، الغبره ما تساعدهاش. يعني توجور كي تشد تخدم بلاموس تشمخ البلاصه. بعد ما كملنا الجهة الأولى نكمل نتحولوا الجهة الثانية، وتجور بلاموس نشمخو البلاصة نخدمو بلاموس نفيكسيوها. بعد ما نريقليوها نشد بلاصتها مليح، نعاونو نفيكسيوها بشوفي أفراب باش تشد مليح كيما هنا درنا لها. ديفوا الحيط يكون شوية معوج وفيه لي فيد، كي دير شوفي أفراب تضربها تروح مع الفراغ، كل حيط ماشي مليح مريقلي مليح. نعاونوها نديرو لها لي روندال باش البلاكا
شويه افراط ما تدخلش داخل ما تمزقش البلاكه تاع البلاكو. سوف دير تلحق الرونديلات تلحق مع البلاكو تحبس وتشدها مليح باش ما تطرطقش. ابري نحيو الفيس نحيو الروندولا نحاولوا نحطوا الفي ندخلوا الفيس في بلاصتو ونزيروها وندخلوها شويه تجي داخله بتاع البلاكه باش من بعد نفيكسيوها نديروا لها بيرفكت ونزيدوا لها اللوندوي كيما الفيس. وهنا نكملوا نهبطوا الكيسو الدخلاني اللي درناه داخل في الديكور تاع الوسط نكملوا نهبطوه ثاني ما نهبطوش تحت كاع كومبلي نهبطوه شويه برك باش يجي مع اخوه هابط وندوروه باش ما بلاد يبقى يدور كومبلي شغل يجي جاعل يشعل في البلافو يهبط مع الديكور هذاك ويعاود يرجع. وفيه ثاني ان شاء الله الجزء الثاني هنا حبيت نديرو في فيديو واحد باش نفهم نهضر شويه ما على كيف نفكسيو الديكور هذا. وثاني راح يكون فيه في جزء ثاني ان شاء الله باش نحبطو نديرو للديكور الاخرين وين نحطو وين يجي للطابل تاع التيفي وين راح نديرو كيف لي زيليمو تاع الديكور اللي حب الحوايج اللي حتى وين تحط الحوايج تحطو الحوايج حيكونوا ان شاء الله في بارت دوزيام بارتي ان شاء الله جزء الثاني ان شاء الله. خمسة البلاطه مسافي بلاطر صفر الخمتاس البلاطر لاكور ما استعدت هذه الكوتة نكملو الكيسون اللي يجي هابط باش تماري مع هذه اللي درناها سر في النيفو نهبطو الكيسو تاع الفوق تاع البلافو فيكسيه كيما الاولينيين ديرو لاموس شمقون ديرو لاموس ونعاونه بشوية افراط كي تيبس تيبس شوية قاموس كي تيبس تولي تشد مليح تشد بالك البيرفكس ولا خير من البيرفكس باسكو البيرفكس اللي كتحطو ماشي كيما قاموس راح تكونفلي تكون راح بلاصة مشداش ولا فيها الفراع بزاف راح تكونفلي قاموس وتشد مليح يا قاموس باش تولي تشد مليح مليح بلازمش تخليها تكونفلي بزاف يعني تكونفلي باش تشد تعمر الفراغ الفيد بين الحيط ديكور تاعنا تاع البلاكو ما لازمش تكون فلات بزاف باسكو كي هي كي تكون فلي بزاف تولي ما تشدش ما توليش كولا تولي شغل تعمر عمرت بها الفراغ الفيد تاعك اما كي تكون شديتها مليح تولي كولا تشد شغل تعمر تلصق بين الحيط و البلاكو تاعنا. نستناو في فيديو اخر ان شاء الله نتاع كيف نديرو لي زيليمو. ما تنساوناش باللايك اذا عجبو الفيديو واي استفسار خلونا الاستفسارات في الكومنتار ان شاء الله نردو عليهم ان شاء الله نجاوبوكم عليهم. دعم ما تنساوش ما تدعموناش اللي ماش ابوني معنا وطريقة تنفيذ صنع الكيسون راح نخليه في رابط صندوق الوصف وشكرا ان شاء الله. Gracias.